مشاهدينا معي عبر الهاتف سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أهلا بك سيادة اللواء، ونحن نتحدث اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة. الرئيس اختتم كلمته بكل التقدير لأسر الشهداء والمصابين والإعراب أيضا عن الاعتزاز بدورهم الذي يقدمونه لمصر حتى يومنا هذا. اهلا وسهلا بحضرتك بالساده المشاهدين. والحقيقه الشعب المصري فيه سمه يمكن انا بشوف انها يعني متفرد بها الشعب المصري تماما. نعم. وهو انه المصريين بيقبلوا التضحيه في سبيل بلدهم، وان ما حدش يقدر يقسمها لا ارض ولا شعب. وانا في تقديري يا فندم ان اللي خلى مصر تفضل مصر نفس الحدود ونفس الشعب، ما حدش قدر يقسمنا اطلاقا على مر السنين، هو تضحيات المصريين على مر التاريخ. وانا شايف ان دي بتنتقل جيل ورا جيل بدون احنا ما بنشعر، هي منقوله جوه قلب وعقل كل مصري الحقيقه. واذا كان احنا انتصرنا على الارهاب وحافظنا على بلادنا، يمكن الدوله الوحيده اللي حققت نصر كامل على الارهاب وسيطره كامله على الحدود، اضافه الى ذلك قدرنا ترتيبا على كده ان احنا نعمل مشروعات تنميه. والفضل من بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع للشهداء واسر الشهداء. يمكن ده اللي ركز عليه النهارده يمكن سياده الرئيس، اضافه لتكريم اسر الشهداء، ان مكافحه الارهاب والتنميه والنجاح في النقطتين دول، ودول مسارين في منتهى الاهميه وبينقلوا مصر لقدام، هو الشهداء واسر الشهداء، الام المصريه اللي ابنها يعني استشهد وبتقول للتاني خش الكليه الحربيه. يعني انا شايف ان يعني الحقيقه الكلمات تعجز عن وصف هذا المشهد يعني. والولد الصغير اللي يمكن والده استشهد تلاقيه دايما عايز يلبس بدله زي بدله والده، وامله ان هو برضه يدخل كليه عسكريه ويكمل المسير. الكلام ده يساوي قوه ردع، يعني شايف ان يعني هو ردع يمكن اكبر واعلى من اي نوع من انواع الردع في حساباته العسكريه. نعم. فالحمد لله يعني. رئيس ايضا يعني سياده اللواء تحدث خلال الاحتفاليه ان مصر واجهت الكثير من التحديات غير المسبوقه خلال السنوات السابقه، اشار الى الارهاب باعتباره كان واحدا من اهم التحديات، اشار ايضا الى ازمه كورونا وما سبقها من فوضى في عدد من البلدان، ورغم ذلك مصر اختارت ان تعمل في مواجهة هذه التحديات، ليس فقط في مواجهتها وإنما العمل على البناء والتنمية، وليس كثير من الدول قادرة على ذلك. تعقيبك. صحيح، يعني احنا لما نشوف مشهد عالي كده ومن ارتفاع عالي للمنطقة العربية هنلاقي يعني دول عربية، والواحد يعني الحقيقة ما بحبش اذكرها بالاسم عشان بس يعني ما نقلهمش ما نخلوهمش يتألموا أكثر ما هم متألمين. يعني دول الحقيقة كيان الدولة نفسه تهدد بشكل كبير جدا، وفي دول في طريقها يعني إنها يعني يبقى هذا الاستهداف أعلى وبيزيد. فطبعا ما عدا مصر، يعني شايف إن الدولة الوحيدة اللي هيقدرت تتغلب على الإرهاب بصورة يعني عسكريه وعلم عسكري راقي محترف مصر، وده ترتيبا عليه تم تنفيذ مشروعات تنميه. ولو قلت يمكن السبب الرئيسي هو الشهداء واسر الشهداء، سواء من الجيش او من الشرطه او من المدنيين. وعلى فكره لما برجع بالذاكره قبل 73 وكان بيتم اعاده بناء القوات المسلحه وكانوا بيبنوا دشم للطائرات ومنصات الصواريخ، كان اللي بيساعد في البناء شركات مدنيه، واستشهد الكثير من المدنيين اللي عاملين في هذه الشركات اثناء بناء دشم الطائرات ومنصات الصواريخ. فانا يعني الشهداء مش بس الجيش والشرطه، ده بيختلط دماء الجيش والشرطه والمدنيين لاجل هذا البلد. الحقيقه يعني صحيح، ولا ننسى جهود الجيش الابيض ايضا، الجيش الابيض نعم، يعني لا ننسى ايضا يعني بما ان حضرتك تفضلت بذكر القطاعات التي تواجه ما تواجهه الدولة من ضغوطات أو من تحديات، نحن نتحدث أيضا عن جيش مصر الأبيض، لا ننسى دوره على جبهات القتال، أيضا كان منهم شهداء أيضا لهذا الوطن. لا أنا مع حضرتك يعني محقة تماما. يعني الحقيقة يعني الجائحة كورونا كانت أكبر من أي دولة،
واكبر من امكانيات اي دوله. وفي دول الحقيقه وكان فيها منظومات صحيه قويه يعني ما قدرتش تتحمل، وكان يعني الوضع مأساوي تماما. لكن رغم ان يمكن الامكانيات الصحيه عندنا يعني برضه ما زالت تحتاج الكثير، والحمد لله الدوله شغاله فيها، الى ان بالامكانيات اللي موجوده والناس الحقيقه الاطباء واطقم التمريض والاداريين في المستشفيات تحملوا كثير، وفي لدرجه ان في ناس فعلا استشهدوا اثناء ممارسه عملهم، ويمكن خدوا العدوى نتيجه ان هم بيختلطوا بالعديد من الاصابات. وانا معاك يا فندم، احنا اذا كنا برضو الحمد لله الوضع كورونا في مصر متسيطر عليه ويعني قادرين، وده وضع مهم جدا لانه بناء عليه مش هوقف الدوله وهكمل مشروعات التنميه. هي دي نقطه مهمه، يعني انا اقدر جدا كل حتى اللي استشهدوا من الاطقم الطبيه على اختلاف تخصصاتها، لان دول احنا تمكنا الحقيقه ان احنا مع احنا نكمل مشروعات التنميه ونكمل حتى ان الدوله تبقى بتسير بخطى ولو معقوله مقارنه بالدول الاخرى. فطبعا احنا بنقدم لهم التحيه، يعني ده اكتر يعني الناس في الوقت الحالي الحقيقه تعبوا وتالموا جدا. وانا برجع تاني اقول لحضرتك، احنا الواحد لما بيتكلم على الشهداء ما ببقاش عارف اقول ايه، يعني ببقى الكلمات انا حاسس انها ضئيله، كل قواميس اللغه ومفردات اللغه بتقف عاجزه انها توصف. هتوصف ايه؟ ده واحد ضحى بحياته واسرته فقدته. فانا مهما اوصف ومهما اقول يعني ما ببقى عاجز تماما بكل مفردات اللغه وكلماتها ان احنا نقول، لكن احنا بندعي لهم ربنا يقويهم واحنا معاهم، والشهداء دول عند ربنا طبعا في مكانه اعلى مكانه ان شاء الله. بكل تاكيد. سياده اللواء الرئيس تحدث ايضا عن ما حققناه من انجازات في مجال الاصلاح الاقتصادي، وهذا الامر نال شهاده من العالم اجمع وتحديدا من المؤسسات الاقتصاديه المتخصصه. إلى أي مدى ترى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تم اتخاذه من خطوات خلال هذا البرنامج ساهم في تعزيز ذلك، ومن ثم تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات سواء كانت كورونا أو غيرها؟ هو طبعا إجراءات الإصلاح دي يا فندم الحقيقة الحكومات من السبعينات كانت عايزة تعملها، وكان الحقيقة يعني في تحسب من رد فعل الشارع ورد فعل الناس، لأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ما هياش قليله يعني في تاثير سلبي على المواطنين، ودي حقيقه. لما الحقيقه تولى السيد الرئيس بعد 30/6 كان الوضع ان ما اتعملش اجراءات الاصلاح فالوضع هيزداد سوءا بصوره غير طبيعيه في المستقبل. وانا شايف ان دي كانت بطوله من الشعب المصري، والكلام ده كان قاله السيد الرئيس شخصيا، ان البطل في اجراءات الاصلاح الاقتصادي هو الشعب المصري، ان هو اللي يتحملها بنفس راضيه وتحمل كل تبعاتها. وإذا ما كانتش الإجراءات دي اتعملت كان الحقيقة لما جت جائحة كورونا كانت الإجراءات تقريبا خدت مسارها وتنفذ جزء كبير منها، فقدرنا نمتص مشاكل اقتصادية نتيجة الجائحة وتوقف الاقتصاد في العالم، وإحنا برضو العالم. فدي بطولة، دي بطولة. أنا يعني أنا بشوف إنها برضو ما هي تضحية. صحيح. ان انا كمواطن بقى مضغوط اقتصاديا وانا عارف وعشان اعمل اجراءات اصلاح الحمد لله. ودي الحقيقه زي ما حضرتك قلتي اشهد بيها مؤسسات عالميه كبرى، ودي بطوله للشعب المصري. احنا شعب الحقيقه عنده القدره العاليه جدا على التغلب على التحديات والتهديدات اللي دول تانية ما بتقدرش تتغلب عليها. دي طبيعه المصريين. اشكرك جزيلا سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا.